لا يقال السلام على الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام، ولا يدعى لشيء السلام إلا وهو قابل للنفس، والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نفس وعين. فماذا نقول؟ نقول التحيات لله والصلوات الطيبة، وهذه طريقة الشرع. إذا قرأت باب المحرم فتحت باب الجواز، ولهذا نقول اللهم صل وسلم. الصلاة جذب الخيرات، والسلام دفع الآفات. نعم.